وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أكد أن زيارة جلالة الملك المعظم إلى روسيا لها دور مهم وبارز في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث تعمق هذه الزيارة التبادل التجاري وتفتح أبوابا جديدة لشراكات استراتيجية واستثمارات مشتركة بين البلدين. إن الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك البلاد المعظم لروسيا لها دور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث هذه الزيارات تعمق التفاهم المتبادل وفتح أبواب جديدة للشركات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة. فيما يخص اللجنة المشتركة البحرينية الروسية، فإنها تقوم بدور حيوي في تنفيذ اتفاقيات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل التجارة والاقتصاد، العلم والتكنولوجيا. هذه اللجنة تسهل التواصل بين القطاعات الخاصة والعامة في كل البلدين، كما تعمل على تحقيق الأهداف المشتركة ومتابعة تنفيذ المشاريع. فقد شهدت العلاقات تعاون خاصة في بناء الشركات الاستراتيجية الاقتصادية بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري بين البحرين وروسيا.